الله المستعان. تمام كده الصوت، تمام كده الحمد لله. طيب صباح الصباح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا شحاتة، بتقول انا حلمت انه رحت انا واختي عند اخويا وواحد معرفوش بيقول محمد الحمد، محمد الحمد لله، اشتغل وبيقبض 5800 واشتغل في الفرجاني وفرحنا جدا، اخويا مطلق. طيب هو قضية ان يبقى فيه شخص بيقول الحمد لله اشتغلت، الشخص ده محمد ده معرفوش بيقول محمد الحمد لله اشتغل، الكلام على اخوك يعني؟ لو الكلام على اخوك زي ما انا فهمت الرؤية بتدل على صلاح الحال والرزق ان شاء الله تبارك وتعالى، ويعني اخوك مطلق. طيب اخوك مطلق طلاق نهائي ولا رجعي؟ يا اخوانا قضية الطلاق لازم لازم اللي بيكتب رؤية يقول لي، ما اصلا عشان خاطر واحد مثلا حصلت مشكلة بينه وبين مراته فمراته ذهبت عند أهلها يبقى هو كده مطلق؟ لأ، إنما علشان يطلق على الشخص إنه مطلق يبقى طلق زوجته، يبقى الموضوع انتهى. ماشي؟ فعلى العموم الرؤية بتدل على قدوم رزق وخير لأخيك إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنت كمان ليكي حظ في الرؤية، بتدل على أخبار سارة ليكي في الفترة القادمة ورزق أيضا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب بالنسبة للي بتقول فالكا، أنا عزباء مطرودة من الشغل ظلما تقريبا 4 أشهر وأربعة أشهر وأنا أبحث عن عمل لازلت عاطلة، حلمت إن أنا رجعت للعمل في المكان الذي كنت أعمل فيه لأن في الواقع موقوفة عن الشغل لمدة تقريبا 4 أشهر. المهم لما رجعت كنت أحاول القفز من الأرض لأعلى، قفزت لقيت برتقال، إحنا في بلدنا بنسميه ليمون. البرتقال بيتسمى ليمون إزاي؟ ما علينا، إحنا في بلدنا بنسميه ليمون مش برتقال. كنت أريد أخذ منه، قلت حرام دي تتسمى سرقة شوية، ووقفوا عليا بنتين مجهولتين، اتكلمت معاهم وواحدة بالتونسي، انا مش عارفة انا مش تونسية، لا اتذكر كلامها شوية. كنت ذاهب المكتب مدير الكبير انه معرفة ليا في الواقع لكي اسلم عليه. جاء عندي شخص احد الزملاء يعني زميلي في العمل اللي اعرفه في الواقع، قال لي انتظري افتح ليك الباب لان المكاتب اتغيرت، ليس كزمان كل واحد مكتبه خاص في غرفة، مكتب كبير ومكاتب صغيرة. لما كان بيفتح الباب نظرت لقفل الباب رأيته فيه كتير من أقفال في قفل واحد. أختي الكريمة يعني مش حابب أصدمك بس ده كل ده حشو من العقل الباطن يبدو أن قضيت. طيب نكمل، يعني هي حتى كمان الرؤية عمالة تروح مني، راحت فين الرؤية؟ مش عارف بسبب طولها، يعني عمال افتح في الرؤية لقيت البس طار. ماشي، بقول لحضرتك انا مش حابب ان انا اصدمك في الرؤية دي لان دي مش رؤية، ده حديث نفس. يبدو ان انت عقلك الباطن منشغل جدا بقضية ان انت انطردتي من الشغل ظلم. ازيك يا هبه، منور الدنيا كلها يا شيخ اسماعيل، تسلم يا هبه. فده حديث نفسي يا اختي الكريمه لان مفيش رموز تدل على الرجوع، اللي انت حكيتيه ده عقل باطن.
انت للاسف بتحاولي ترضي نفسك او هواكي في الحلم، فعقلك الباطن سوي لك ان انت رجعتي وقال لك لا استني، ده الشغل اتغير، مكاتب كبيره، حتى كمان يعني قضيه الاقفال الكتير على الباب، يعني حتى كمان لو حسبناها رؤيه برضه هتبقى مش كويسه. فده حديث نفس للاسف يا اختي الكريمه. ماشي، نعمل بس تليفونات صامت، اللي احنا نسينا نعملها صامت عشان خاطر الاتصالات لو جت ما يزعجوناش. اخوانا اللي بيكتب حلم يحاول يختصر عشان خاطر الرؤية الطويلة قوي لما بيبقى مكتوب كده تحت عرض المزيد لما بتتفتح ما بلقاهاش. عندنا مين؟ اعملوا اب على الرسالة يا جماعة عشان خاطر بيبقى سهل عليا. شير الجنة، حلمت ان انا راكبة ميكروباص لونه ابيض او السائق، انا والسائق فقط، كان صغير وجميل وجميل الخلقة. هو ايه اللي كان صغير وجميل الخلقة، الميكروباص ولا السائق؟ كان نفس طريقي للبيت، على يمين النيل وعلى شمالي زرع اخضر، كان الطريق فاضي وممتع من غير ناس ولا عربيات، ولما قربت اوصل بخطوه صحيت. مش هرد عليك للاسف الشديد، انا ما بردش على احلام ما فيهاش بيانات. الرؤيه طبعا دي بتختلف من امراه متزوجه لبنت عزباء، دي ليها معنى ودي ليها معنى، وانا مش هقعد اقول بقى لو انت عزباء يبقى الرؤيه كذا، ولو انت متزوجه يبقى الرؤيه كذا، ولو انت لو حامل تبقى الرؤيه كذا، ولو انت ارمله تبقى الرؤيه كذا. اللي حابب يكتب حلمه لازم يعرفني هو راجل ولا ست، اعزب ولا متزوج. من خلال الشرطين دول اقدر اوضح الرؤيه رايحه فين وجايه منين. خلال الكلام ده او عدم وجود البيانات دي محدش يزعل مني، الرؤيه هتبقى بالنسبه لي صعبه ومش عارف افسرها. انا مفيش حاجه اسمها انا شفت كذا وفسر يا شيخ، مفيش الكلام ده. بيانات بيانات. تمام. عندنا اختنا الكريمه نونس، بتقول ممكن تفسر لي حلمي؟ انا كنت موديه بنتي للجزار يذبحها كاضحيه وما ذبحتش في اول مره، وقلت له ما ماتتش فذبحها من غير دم، فصرخت وقعت على الارض ولقيت الجزار ماسك كيس كبير لحمه بيديهولي وهي واقفه بتتحرك بس من غير روح، وعلامه الذبح على رقبتها وصحيت. طبعا قضيه ذبح الابن او ذبح البنت، اكيد اكيد الرؤيه دي انت اكيد قمتي يعني مزعوره، وانا يعني في قضية الذبح الرؤى دي بتبقى محمودة. أكبر دليل على الكلام ده قصة سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى افتدى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم، والقصة معروفة وإحنا مش عايزين ندخل بقى في إيه؟ في شرح سيرة والكلام ده. لكن هذه الرؤية عند بعض المفسرين ليها أكثر من معنى. فشوفي يا أختي الكريمة، قضية انك تودي بنتك تندبح، اول حاجة ممكن تكون المعاملة سيئة من احد الطرفين،
يا اما انتي بتعامليها معاملة سيئة، يا اما هي اللي بتعاملك معاملة سيئة. ادي واحدة. المعنى التاني ده بيدل على الخوف الزائد والخوف الشديد على بنتك. معنى الرؤية ان انتي خايفة عليها جدا. فالرؤية اوعي تتخيلي ان هي مثلا هيحصل لها شيء سيء او شيء مكروه، لا 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 لا، الرؤية بعيد بعيدة كل البعد عن ان يحصل لها اذية. معنى ثالث ان هذه الرؤية بتدل على علو مكانة ابنتك في المستقبل، سواء اذا كانت في الدراسة او سواء كانت بعد انتهاء الدراسة وهي بنت كبيرة مثلا على وش جواز والكلام ده. فالرؤية بتدل على تفوق البنت، بدليل ان سيدنا اسماعيل بعدما افتداه ربنا تبارك وتعالى في المستقبل كان نبي. شفتوا بقى، شفتوا ازاي الواحد يقدر يطعم تفسيره بحاجات مستندة من الدين؟ هو ده الاصل. فزي ما قلت لحضرتك، اما في معاملة سيئة، في واحدة فيكم بتعامل التانية معاملة سيئة، يا اما هي اللي بتعاملك معاملة سيئة، يا اما انت اللي بتعامليها معاملة سيئة. اتنين، ان بنتك دي هيكون لها مستقبل كبير جدا 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 في المستقبل. ثلاثة، ودي كانت الحاجة الاخيرة، ان انت خايفة على بنتك خوف زائد وكبير جدا. فده شيء يعني الام بتخاف على اولادها، ده طبيعي يعني. طيب كان معنا اتصال لكنه ذهب، ماشي، عاودوا له اتصالات تاني. مين تاني؟ طب نشوف الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، فضل ونعمة، اتفضلي. انا احلمت لحضرتك. معاك، اتفضلي. احلمت اللي انا واقفة قدام واحدة لابسة نقاب، وبعدين قالت لي آية من سورة، وقالت لي كملي بعدها واذكري اسم السورة. وبعدين انا كملت وذكرت اسم السورة، بس انا مش يعني مش فاكرة بقى، بس انا بتهيألي ان كانت سورة التوبة. سورة ايه؟ التوبة. يعني الـ الآية اللي اتقالت لك كانت في سورة التوبة، وقالت لك هي قالت لي وقالت لي كملت بعدها وذكرت اسم السورة. أنا كملت وذكرت اسم السورة، وأنا بتهيألي قلت سورة التوبة. طيب كملتي؟ يعني أنت شعرتي في المنام إن أنت كملتي وعرفتي تجاوبي على السؤال؟ أيوه، أنا كملت الآية وقلت لها دي سورة التوبة، وفعلا طلعت صحيحة. وبعدين حاجة زي دولاب كده جابتهولي وجابت لي منه خاتم ذهب. وجابت لك خاتم ذهب، تمام، حاجه زي كده. تمام. وبعدين لبستهولي، وبعدين طلع واسع فتاته، وجابت لي واحد تاني بس طلع مظبوط على ايدي. الخاتم طلع مظبوط على ايدك؟ الاول اللي طلعته طلع واسع، وبعدين فتاته وجابت لي واحد تاني. طيب انت سنك كام سنه؟ انا يعني 20 22 كده. ماشي ماشي ماشي. وانا في سجل مدني تقريبا، وانا في سجل مدني بتقولي لي يعني 21 او 2 اي حاجه يعني. يعني بس هو في حد مش عارف سنه؟ يعني لسه مش كملت 21. طيب قولي 21 وخلاص. طيب شوفي يا ست الكل، انت خلصت كده تعليم صح؟ تمام. انت مخلصه تعليم مش كده؟ ايوه. طيب بالنسبه لسوره التوبه، من الرؤى المبشره جدا اللي بتدل على صلاح الحال والنجاح في الفترة القادمة والتوبة من الذنوب، وبتدل كمان على اقتراب الزواج. واللي بيأكد قضية اقتراب الزواج الخاتم اللي هي ادتهولك اللي طلع على مقاسك. لكن قضية انها تديكي خاتم ما يطلعش على مقاسك، قبل ما اجاوب عليها هسألك سؤال، في حد في حياتك بتتمني ترتبطي بيه؟ هو كان في بس هو اتجوز. الله ينور عليكي. بس هو اتجوز بعد يعني قبل ما انا احلم الحلم ده. جاب ايه؟ يعني انا حلمت الحلم ده بعد ما جوزت كتير، 3 4 شهور كمان. تمام. انا عايز، ما انا سالتك ليه السؤال ده؟ لان قضيه الخاتم اللي ما كانش مقاسك، لو انت كنت مع شخص الان كنت هقول لك اتركيه لانه غير مناسب. فكون ان كان في شخص قبل كده وسابك وتجوز، ربنا بيحبك لانه هو ما كانش مناسب ليكي. ف
فالفترة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى هيكون في شخص هتعرفي عليه وهتتزوجي منه، هيكون في سعادة بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال أخير، طب في الفترة الحالية في حد أنت مرتبطة بيه؟ لا، هو كان حد كده يعني تقدم لي وأنا وافقت، يعني أنا كنت واثقة بس هو مش رجع تاني. مش راجع تاني ليه؟ يعني هما الظهر يعني كان أخوه كده، وحتى كلمت حضرتك أنا حلم، أنا عملت استخارة لو حضرتك تفتكر، وممكن أقول الحلم يعني؟ انت عملت استخارة؟ أيوة عملت استخارة على الريف اللي جاي مثلا يومين دول، وكلمت حضرتك وحضرتك فسرتهولي. انا فسرتهولك. قلت لي روح يرجع بس هو مش رجع، دخل على أكتر من شهر يوم ومش رجع. طب وايه يعني داخل على اكتر من شهر؟ وايه يعني؟ بس أنا سمعت من الواحدة يعني جارتهم إن هو ما حكيته، تسمعيش، ما تسمعيش كلام الناس. لا إن هو راح يتكلم يعني حياته بقى واحدة يعني جرى فتحتها كمان. كمان هو قرا فتحتها. طيب ماشي، المهم الرؤية ممكن أقول لحضرتك الحلم؟ خلاص بقى، مش انا فسرتولك قبل كده؟ تمام. طيب امال ايه بقى، هفسر تاني كده؟ صحيح. لا يعني عكس. لا لا خلاص بقى، عشان في ناس كتيرة بتتصل وفي ناس يعني المفروض يكون ليها حظ برضه في يعني هو الإجابة. ده ولا هيكون حد تاني؟ لا لا لا، حد تاني، حد جديد إن شاء الله. ماشي، طيب ممكن بس لحضرتك حلم صغير من كمان. طب بسرعة. معلش، ماما حلمت إن هي وخالته ماشيين مع بعض في طريق، وكان قدامهم بنات خالتي في اتنين، كان ايه؟ كان قدامهم ماشيين بنات خالتي في اتنين. مش سامع. بقول لحضرتك ماما وخالته كانوا ماشيين في الطريق وقدامهم ماشيين بنات خالتي في اتنين، ها؟ ايه وبعدين ماما وخالته كانوا مش لابسين يعني حذاء يعني، ماشيين حافيين؟ وبعدين لو ماما لقت شبشبين، وبعدين خدت واحد لبسته وقالت لخالته خدي واحد لبسيه، خالته قالت انا همشي دلوقتي وهرجع اخده تاني، وانا راجع هاخده. وبعدين ماما خدته وراحت ماشيه من الطريق التاني بعيد عن اللي خالته كانت ماشيه فيه. طيب ماشي، ايه تاني؟ بس هو دي الحاجة. طيب بالنسبة لقضية ان هي تبقى ماشية حافية، اولا المشي الحافي المرأة المتزوجة رؤية غير محمودة. يعني ماما لبست الشوز ماشي، ما هو وخدت رؤية، الشوز بتاع خالته ومشيت مترتين. اسمعي بقى اسمعي، كون ان هي تمشي حافية رؤية غير محمودة، وكون ان هي في نهاية الرؤية تلاقي حذاء يطلع شبشب صندر اي حاجة، ده بيدل على مرورها بعقبة، وان شاء الله سوف تتخطاها في الفترة القادمة ان شاء الله. مين اللي هيتخطى، مامتي ولا خالته؟ الاثنين، اي حد ماشي حافي في المنام ولقى حاجة لبسها بعد كده بس خالته ملوش الشوزين، ماما لبست واحد خلاص وقالت بقى، لخالته البس، خلاص بقى، خالتي مشيت ومش خلاص خدته. خلاص كده. ماشي يعني هما الاثنين هيموتوا قبل ايه؟ كده، انت خدت وقت كتير، كفاية كده عشان الناس. اس دي ال اي، مش عارف انا ايه الاسم ده، بس ما علينا. راح فين راح فين؟ بشرى، بشرى تقول حلمت ان انا رجعت المدرسه وللصف الرابع تحديدا، ودورت على الفصل حتى وجدت، واخرجت من جيبي مال 300 لاعطيه للمدرسه، وجدت هناك بنت جيراني من زمان بعيد اسمها الهام وحضنتها بشوق. طيب احنا قلنا ان قضيه الرجوع للمدرسه وقضيه شخصيه ما شفتهاش من زمان، الرمزين الاتنين دول بيدلوا على سماع خبر صار في الفترة القادمة يا أميرة بإذن الله تبارك وتعالى، فاستبشري بهذه الرؤية، هناك سماع خبر صار في الفترة القادمة بإذن الله. ماشي، طيب هنا بنقول ظهرت الحياة، حلمت بنتي عمرها 12 سنة بنتي عمرها 12 سنة حلمت
ولا مين اللي حلم؟ حلمت انها دخلت مين؟ بس مين اللي حلم؟ انا يعني اكتر حاجه بتضايقني لما يكون حد بيكتب حاجه وما يوضحليش هو مين اللي حلم، بنتك ال 12 سنه ولا انتي، انها دخلت جوه حفره. مش هجاوبك يا زهره الحياه، معرفش مين اللي حلم. يعني حاولوا تساعدوني مش تتعبوني. عايزين نرد على المحادثات أكبر قدر ممكن. رجا بتقول حلمت إن أنا رايح أصلي العيد ومسكت بالونتين متلاحمين مع بعض زي التوأم كده ولونهم فاتح، ورحت لقيت مكان في المسجد فاضي مع ان الشارع كان زحمة، وقابلت اصدقائي بس ما سلمتش غير على صديقتي سارة فقط متزوجة. سماع خبر صار وصلاح حال بالنسبة لأولادك بإذن الله تبارك وتعالى، فهناك بعض الأشياء الجيدة التي سوف تحدث لك في الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى، وأيضا هذه الرؤية بتدل على قدوم خير وبركة بإذن الله تبارك وتعالى لك في الفترة القادمة يا أختي الكريمة. ماشي، جميل جدا لما أشوف صلاة العيد بتدل على صلاح الحال وبتدل على زوال هموم وأحزان كمان. وقضية إن أنت شفتي صديقتك القديمة و شفتي صديقتك القديمة وكان اسمها سارة، وطبعا اللي علمنا تفسير الأسماء في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسم سارة هنا على ظاهره خبر سار مع صلاح حال لمعظم الأسرة بإذن الله تبارك وتعالى في الفترة القادمة. بشرى بتقول شكرا يا شيخ، جزاك الله كل خير، ربنا يعزك ويبارك فيك، كل حلمي من تفسيرات جميله ومبشره. تسلمي. الناس اللي بتكتب احلامها عشان خاطر ربنا، اكتبوا بياناتكم، عرفوني اللي بيكتب الحلم ده راجل ولا ست، اعزب ولا متزوج، عزباء ولا متزوجه. ما ينفعش كده، يعني اكلك ألذ من بيتك. حلمت ان في موز كتير قدام بيت وانا كنت عايزه اخد منه بس قلت ده حرام لان مش حاجتنا وسبته ومشيت. طبعا كنت عايزه، عرفت ان انت واحده وانت هتسيبيني اقعد اخمن، هتتركيني اخمن انت ايه؟ عرفت انك انثى. طب وبعدين؟ عزباء ولا متزوجه؟ مطلقه ولا ارمله؟ كل حاجه وليها تفسير يا اخوانا. السلام عليكم. اتفضلي. لو سمحت بس يا دكتور، عايز اشير حضرتك في حاجه. انا قريت، انا شغاله في مكان وربنا يرسم لي مكان تاني. انا مش فاره، انا قريت الثلاث ايات اللي هي الشمس والليل والزيتون وبقراهم الحمد لله بقالي حوالي 4 ايام دلوقتي. جالي في المنام اول حاجه خدني نيتي وداني باب كده كله نور، ثاني حاجه خدني مكان ودهوني برضه كل نور، تالت حاجة كنت بعيط ولقيت بنت كانت بتاخدها وصفرت عليا. وامبارح مع الاستخارة والقراءة الآيات ديت جت لي المشرفة بتاعت المكان اللي أنا شغالة فيه، لقيتها بتقول لي خليكي خليكي، هو هيزودنا الأجر وأجر الكلمة. اتشلتي؟ إيه؟ أنت بتقولي اتشلتي؟ لا بقول لك بتقول لي الاول امبارح كنت بعيط وجت بنتي طبطبت عليا وامبارح عرفتهم برضه وصلت الاستخاره مش رفت المكان اللي انا فيه طبطبت عليا وقالت لي خليكي ده هو هيزودنا اجر كويس، وانا جايه لي شغلانه في مكان تاني الاجر عالي، فمش عارفه انا مختاره اتخليني في المكان دوت ولا اتوكل على الله واشوف مكان تاني. خليكي في المكان اللي انت فيه قولا واحدا. مالهم؟ ما هو انا بعد ما قرات الايات دي بقول لحضرتك جالي حد. سيبك من قراءه الايات، الاصل الاستخاره مش الفيديو اللي موجود عندي على القناه.
الفيديو اللي موجود على القناة لما يكون في مشكلة مش عارفة حلها. لكن انت يا أستاذة يا أستاذة الفضيلة اسمعيني، حضرتك بتخيري نفسك بين شيئين، ما علاقة الفيديو بتاع الثلاث صور بالكلام ده؟ ما علاقته؟ ملوش علاقة. الثلاث صور، الفيديو بتاع الثلاث صور ملوش علاقة باللي انت فيه. اللي انت فيه ده محتاج صلاة استخارة، صلاة الاستخارة للتخيير بين امرين. انما الفيديو ثلاث صور لما اكون في ضيقه ومش عارفه احلها. دي مش ضيقه. انت 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 بتتخيري بتختاري بين امرين ولا في ضيقه؟ لا هو انا بختار ان الاجر قليل وربنا يطلع. انا رد عليا، بلا اجر قليل بلا اجر كبير. انت بتتخيري بين امرين ولا عندك ضيقه؟ لا هو انا طبعا عندي ظروف ضيقة. ايه بس؟ انا مالي ومال ضيقة المعيشة؟ الامر اللي انت فيه ضيقة ما انتش عارفة تحليها، ولا اختيار بين امرين؟ ايوه هو ضيقة واختيار ما بين، برضه ضيقة؟ انا بسأل سؤال وانت مش راضي تجاوبين عليه. ما انا بسأل بقول لحضرتك، انا هو بقول لحضرتك انا مش طارق اروح المكان ده ولا المكان ده. لا ما تسيبيش المكان اللي انت فيه. يعني ما تسيبيش المكان اللي انت، لا ما تسيبيش المكان اللي انت فيه. ايه؟ ما تسيبيش المكان اللي انت فيه. ما تسيبش المكان اللي انا فيه. دليل يعني عشان المشكله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ماشي ان شاء الله. تسلمي. طيب مين؟ اماني، اماني ابو سي سري سيريا، ما مش عارف. ما علينا، حلمت بشخص كان متقدم لي قبل كده وما حصلش نصيب، ان اتكتب كتابي ودخل بيا وبعدين جه الفرح وما جاش، بس ما كانش فيه اغاني ولا اي حاجه. ما علينا، كنت عادي انه ما جاش وكنت مفكره نفسي حامل، بس جاءت الدوره زواج اختي الكريمه والاخ ده ملوش علاقه بالحلم. يعني هو له جاي ولا هو رايح ولا هيتجوزك ولا اي شيء خالص. الرؤيه دي بدلاله الدوره الشهريه وان انت كنت حامل. هذه الرؤيه بتدل على قدوم شخص مناسب ليك في الفتره القادمه باذن الله تبارك وتعالى، باذن الله تبارك وتعالى. جنى جنى بتقول حلمت ان انا في طنطا. ماشي، طبعا انا بضحك عشان انا من طنطا يعني. ولقيت تلات محلات سمك جنب بعض، سمك حلو وطازه. بصيت على محلين والتالت من بعيد ولقيت البحر قدامي واستغربت ازاي في بحر في طنطا. ما ده طبيعي، وقلت ما هو قريب اهو، وكنت فرحانه قوي. ولما لفيت بصيت عليه تاني لقيته مش موجود، ومكانه بيت عليه بوابة. كنت مستغربة فين البحر، وقعدت أقول يمكن هو ورا البوابة. أنا عزباء 34 سنة. هذه الرؤية بتدل على قدوم الرزق لك والرزق الكثير جدا، لأن السمك رزق، السمك رزق. أي نعم في رؤى بتدل على الزواج زي السمك المقلي بالنسبة لبنت العزباء، لكن هنا السمك مش مقلي، هنا سمك طازة. هناك رزق قادم إليك إن شاء الله تبارك وتعالى، وربما تكون فرصة عمل جديدة لو أنك لا تعملي. ولذلك أنا دايما أقول البيانات، كتبت عزباء 34 سنة فقط، ماشي، البيانات ثم البيانات ثم البيانات، لأن فيه رؤى لها علاقة بعمل جديد لما تكون عاطل وتشوف رؤية، وفيه رؤى بتدل على الترقي في العمل لما تكون موظف، تمام. والرؤية في البداية لها علاقة بقضية الحالة الاجتماعية، خلاص. فالرؤية يا أختي الكريمة بتدل، وطبعا البحر بيدل على الزواج بإذن الله تبارك وتعالى. قضية إن البحر يجي ويختفي، عايزك تكتبي لي هنا إن أنت عندك مشكلة في تأخر الزواج، صحيح أم لا؟ فإن شاء الله تبارك وتعالى في زواج قادم إليك في فترة قادمة يا جنى، جنى محمد.
اعملوا اب يا رجاله، اعملوا اب يا اخواتنا، اب بيسهل عليا، لان لما بقرا من المباشر على طول المحادثات بتزق بعضها فبتترفع مره واحده، انما اب بتتفتح في صفحه لوحدها بتبقى ثابته ملهاش علاقه باللي بينكتب. ازيك يا سريد، اخبارك؟ ولا يهمك يا سريد. يا اس دي اعملي اب، انا كل ما اجي اقرا رؤيتك ما بلقاهاش. حلمت ان انا حلمت اني كنت مع شخص كنت على علاقة بيه، سيبته يعني عشان كان عايز يتسلى مع البنات فقط. في الحقيقة يعني هو كده في الحقيقة يعني ما كانش كويس. حلمت اعطاني مال تقريبا 100 درهم عشان احضر ليه تقريبا ايس كريم. مشيت في الرمل البحر. ايه يا اس دي انت بتكتبي بالعافية؟ كان معايا اخويا كبير في العمر 18 و20 سنة عازب، 28 سنة عازب. لقيت مكان مظلم، خفت شوية، لقيت نفسي في جبل بصعد الجبل، لقيت احمل طفل صغير تقريبا هو اخويا، لكن معايا اصبح طفل. كل ما اقفز الجبل اقول الحمد لله، فاضل لي تقريبا افزة او اتنين عشان اوصل القمة واوصل لاعلى بالاحرى لمكان كنت عايزة امشي له، مش القمة. ايه ده؟ ده مش حلم يا اس دي، ما تزعليش مني. شوفوا يا اخوانا، الرؤية لازم تكون ليها هدف ولازم تكون مسلسلة. يعني ايه ابقى في مكان وفجأة لقيت نفسي فوق جبل وفجأة لقيت نفسي بعمل ايه ده؟ ايه ده؟ دي اضغاث احلام، ما تزعليش مني. ما انا ما ينفعش اضحك عليك واقول لك الرؤية فيها كذا. انا مش قاعد علشان اضحك على الناس، انا قاعد علشان ابصر الناس وابشر الناس، ولو في شر اقول خلي بالكم في كذا. انما اللي انا شايفه ده دي مش رؤية وانما هي اضغاص احلام. فلازم نبقى فاهمين ان الرؤية لازم تكون محددة، يعني ليها هدف، مش اني مثلا كنت ماشية وفجأة لقيت نفسي فوق الجبل وشوية لقيت نفسي راكب طيارة، وكنت راكب الطيارة فجأة لقيت نفسي في قاع البحر. دي مش رؤى، دي مش رؤى. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي حلم يا شيخ، كنت حلمت ان انا زي بيت والدي و بتزيني؟ نعم. بتزيني بيت والدك؟ لا، زي ما اكون في بيت والدي. زي ما تكون ماشي، تمام. وبمسح الشقه كلها بتاعته، بس هو مش بيت البيت مش الاصلي يعني، هو هو المفروض ان هو مش ده بيت، مش بيت بابا كده. فبمسحه، مسحت كل الاوض وكل حاجه، طلعت على الصاله، وكان جوز اختي اسمه محمد واقف برده في الصاله، وفي بنت جميله كده طفله صغيره بس جميله قوي واقفه معانا برده في الصاله. وطلعت كل الميه دي يا شيخ، ممكن اعزك الله يعني، كانت ميه مش نظيفه بقى، طلعتها كلها، نزلتها، فتحت باب الشقه وطلعت نزلتها على السلم. طيب. وبعدين لقيت واحد طالع، المفروض ان هو حد من اهلي يعني،
طالع السلم بس كأنه تعبان، فأنا بدأت على حد من برضه من أهلي قلت لهم تعالوا تلدوه بسرعة عشان ما يزحلقش في المية، وفعلا طلعوا قلت له يعني تمدوه طلعوه ودخلوه جوه الشقة. طيب شوفي يا ست الكل، حضرتك متزوجة ولا عازبة؟ لا متزوجة عندي أولاد. تمام. ايه علاقتك مع زوجك؟ متوترة ولا العلاقة سليمة وصحيحة؟ لا الحمد لله كويس. تمام. لكن يبدو ان هذه الرؤية بتدل على انك عندك بعض الهموم والاحزان. هو عندنا أطفال وأعمال وكلام زي كده يا شيخ، ايوه انا بناخد رقية شرعية وكده. مش عايز ادخل على طول على السحر على طول، لكن انا بقول أصل أنا بس في الموضوع ده من سنين يعني، فأنا فعلا بقى يعني ماشية على الرقية من سنين والحمد لله أحسن دلوقتي يعني. ما انا بسيب الرأي نفسه هو اللي يفتحني اه في اتفضل. الموضوع على اساس اه ان انا ما اصدموش، لان في ناس ايوه ممكن تبقى مسحورة ومش عارفة والرؤية هي اللي تدل على سحر، فانا ما بحبش اصدم، انا بسيب الرأي هو اللي يجي لوحده وهو اللي يقول. تمام. فانا سألتك في البداية في مشاكل على اساس ان ايوه السحر في تعثرات وخايف كده. ايوه لازم يكون فيه. فانا بدأتها مع الزوج، لان احيانا السحر بيبقى له علاقة بالتفريق بين الزوجين. لما قلت لي ايوه لا قلت لك طب خلاص، بس في حاجة مش كويسة في حياتك، في هموم واحزان، ايوه في مشاكل ممكن تكون بعيدة عن زوجك بس موجودة المشاكل، ايوه والمشاكل دي للأسف الشديد ليها علاقة بالسحر. فأنت دلوقتي الرؤية بتبشرك بزوال هذا السحر، ما الدليل؟ مسح البيت. والدليل الكبير ان انت لما مسحت البيت لقيتي ان المية مش نظيفة، ويبدو ان انت مرشوش لك سحر، مرشوش لك سحر. فان شاء الله السحر ده هيزول بإذن الله، في الرؤية مبشرة بزوال هذا السحر ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ. ان شاء طب الله. والحد كان طالع على السلم يا شيخ، هو كأنه حد من اهلي وكان طالع على السلم بس كان شكله تعبان شويه، وانا بقول حد يسنده عشان يطلع، وضغطنا حد سند ودخله جوه ماشي. الشقه ما انت برضه. الشخص ده يطلع مين؟ ما تقوليش شخص قريبي، شخص كنت تعرفه هو من يعني هو في هيئه يعني، هو كهيئه يعني شبه حد من اخواتي، لكن يعني ما كنتش شوفي شوفي. متيقنه منه يعني. تمام. هو بالنسبة للشخص التعبان فده محتاج مساعدة، والشخص ده انت اللي لازم تحدديه مين، وهتلاقيه في الحقيقة تعبان ومحتاج ان حد يمدله يد المساعدة. ومش المساعدة هنا فلوس، انا ما اقصدش فلوس، هو شخص محتاج حد يقف جنبه في محنة، وهتزول بإذن الله إن شاء الله يعني. بإذن الله. ماشي يا أختي جزاك الله الكريمة، خير. ماشي اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب جنى ردت عليا وقالت فعلا عندي وقف حال بقالي فترة كبيرة، ما كانش في مواضيع بتتم، واتخطبت مرتين والتالتة قرأت فاتحة فقط، وقبل الخطبة كنت بشوف البحر من بعدين ما كانش بيختفي. يا أختي الكريمة أنا لسه دلوقتي رادد على أختنا الكريمة في التليفون دلوقتي، ممكن تكوني سمعتيني. الرؤى اللي بتدل على سحر بفضل الله أنا بكشفها بسهولة، وزي ما قلت لها دلوقتي أنا ما بحبش أصدم، لكن أسيب الرأي هو اللي يحكي. أنا بنبه له بس، بقول له أنا فاهم إن عندك حاجة خاصة بوقف الحال. أنا قلت لك أنت عندك وقف حال. أنت دلوقتي أكدت لي الكلام، فعلاً عندي وقف حال بقالي فترة كبيرة ما كانش في مواضيع. طيب يا أختي الكريمة، يا جنى يا محمد، رحت لمعالج؟ لو ما رحتش لمعالج هتنك زي ما أنت، مفيش تحسن. بنعمل إيه؟ يبقى نبحث عن معالج شرعي. أوعي تروحي لساحر، واوعي تروحي الامام مسجد، لان امام مسجد دي مش شغلته، ده راجل محترم حافظ القران الكريم بيصلي بالناس بيخطب و انما ده له ناسه، العلم ده له ناسه. روحي لمعالج بالقران علشان تلحقي نفسك، انت بقى عمرك 34 سنه مستنيه ايه؟ لازم تروحي لمعالج يا جنى يا محمد علشان ربنا يصلح حالك، مع اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، مع الدعاء ان ربنا يرفع من عليك الغمه، مع كثره الصدقات في الفتره القادمه بنيه صلاح الحال. كل اللي قلت لك عليه ده لازم تعمليه وان شاء الله خير.
يا زهرة الحياة، هو أنا مش قلت لك على أيوة حلمت بنتي؟ الله ينور عليكي، 12 سنة. أيوة كده، أيوة كده اسمها حلمت بنتي. ولو أنتي قولي لي أنا حلمت إن بنتي عندها 12 سنة شفتها في الحمام أو 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 كده، يبقى أعرف مين اللي حلم. لأن لو 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 أنتي اللي حلمتي ليها معنى إن أنتي خايفة جدا على بنتك، وممكن يبقى أضغاث أحلام، وممكن يبقى حلم من الشيطان يا زهرة الحياة. زي ما أنا معودكم يا جماعة، يعني سيبوا الكلام ده للي مش متعود على طريقتي في التفسير في طلب البيانات، إنما أنتم متابعيني على كل مكان فأنتم عارفين البيانات إزاي. فالنهاردة أنت بتقولي لي حلمت بنتي وعمرها 12 سنة، حلمت إنها دخلت جوه حفرة عميقة ولقت 7 صناديق، ولما فتحتهم لقيت فيهم عشب أخضر، وصارت تحكي لأبوها وين الذهب اللي حكيت عنه يا بابا، حكى لها الذهب بالحلم مش كويس، بنتي اسمها أميرة. أهي دي المصيبة السوداء اللي أنا بعاني منها، قضية إن الذهب في المنام مذموم، قضية الدم في المنام يفسد الحلم، قضية الزغريد مذمومة. الكلام ده كله كلام فارغ، ده لا يمت العلم بصلة، وإنما هي أشياء توارثناها، سمعناها من آبائنا وجدهاتنا وجدتنا وأجدادنا وأمهاتنا، سمعنا الكلام ده، لكن الكلام ده مش علم. الزغريت في المنام محمودة، الذهب في المنام محمود، الدم في المنام محمود، مع بعض الرؤى السيئة، وده بيرجع على حسب سياق الحلم نفسه. الرؤية دي معناها إيه يا أختي الكريمة؟ يا زهرة الحياة، بنتك 12 سنة وقعت في حفرة، أنت ما سمعتنيش، قلت في أكتر من فيديو على القناة، هنكررها هنكررها. ما انا شغلت، انا ممكن اقول احلام اجابه الاحلام في البث ده، ممكن في البث اللي بعده معظم اللي انا بقوله ده اكرره، على حسب الاحلام بتبقى متشابهه. وقوع البنت في حفره زواج، هتقولي لي بنت 12 سنه لما فيش مشاكل، الرؤيه بتدل في المستقبل سوف تتزوج، ما هو في بنات ما بتتجوزش، وانا لسه قايل دلوقتي ولسه مكلم بنت دلوقتي، ربنا يصلح حالها، 34 سنة، وفي بنات بتقعد بال 40 سنة واقف حال. فدي الرؤية دي بتدل على الزواج، ادي واحدة. اتنين، بتدل على النجاح في في الدراسة، في التفوق في الحياة عموما، بدلالة ان هي لقت صناديق في الحفرة. اذا الرؤية خير، الرؤية خير. وقضية الذهب في المنام ان شاء الله برضو بيدل على رزق قادم بإذن الله تبارك وتعالى ليها وللوالد إن شاء الله. طيب، لقاء سعادة كتب كلمة أب بالعربي، لأ أنت تعملي للرؤية أب، ماشي، علشان لما أضغط عليها تفتح لرؤيتك، مش إنك تجيبي في تعليق جديد وتكتبي ألف وب، ده غلط. يعني شوفي كده مثلا في المحادثة كده، شوفي مين اللي عامل أب، عشان اقول لك بس شوفي زيه اهو. برضه لقد سعاده بتقول من فضلك فسر لي، اعملي اب يا زي ما هم بيعملوا كده، مش زي اللي انت بتعمليه. انا بقول لكيش اكتبي اب، بتبقى زي اعاده الرساله مره اخرى، ودي لما بضغط عليها بتفتح لي الرساله، فهمتي؟ طيب نشوف مين ده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. والله هو انا عندي كام حلم ملخبط كده. لا هو مفيش وقت لكام حلم. هقول هو قولي لي اهم حلم عشان خاطر في ناس كتيرة محتاجة ان انا ارد عليها. طيب اوكي، انا بس عندي حلم. ماشي اتفضلي. الحلم دوت المفروض ان انا وبنتي كنا مع بعض في مكان بتمرن فيه. وبعد كده هو حد من الكباتن اتحرج وبنتي وكريم اتخانق معايا، ورحت للاسم واتصلت باباها عشان يجي يتخانق معايا، بس باباها كان سلبي جدا وبيقول لي خلاص خلاص عدي الموضوع مش اشكال. وبعديها بنتي اختفت، وظهر معايا ابني وبنتي التانيين باباها محطهم في مرجحة، وظهرت مرات ابو جوزي تبيع حاجات قديمة، هدوم وعلب، وقالت الحاجة من دول بخمسة جنيه، أي حاجة بخمسة جنيه. فأنا قلت أنا مش هشتري لهم منها عشان دي أنا بلبسهم كام حد، أنا هروح أشوف العلب. رحت عشان أشوف العلب، لقيت بنت صغيرة بتقولي خدي بالك ده في فران هنا،
فقلت له هو بيقولوا في فران، قالت لا لا مفيش حاجه. وفجاه مسكت فار وعملت نفسها ان هي بترميه بره بعيد، ولقيتها بتضربني بالفار. مين بقى؟ بعد كده ضربتني اول فار، بعد كده مسكت فار تاني وراحت ضربتني بيه، وبعد كده راحت مسكت فار تالت وراحت ضربني بيه. طيب بص يا استاذ، انا هسالك بعض الاسئله وياريت ترد عليا بنعم او بلا. اولا الرؤيه بتدل على ضغط نفسي كبير جدا لسيادتك، ماشي؟ جوزي سايبني الاسباب دي معلومه. يعني هو انا اللي انا قلته ده ايه؟ عباره عن ان انا قلت لك كلام انت اكدتيه في ساعتها، صح كده؟ انا قلت لك انت بتشعري بضغط نفسي رهيب. والسؤال الثاني اللي كنت هسأله لك، ايه علاقتك بزوجك؟ لا هو سيبنا بدون سبب. جاوبتي. قضية انك تشوفي بنتك شخص بيتحرش بيها وهو يجي سلبي، دي بتدل على ان هو هيتكرر مرتين ماشي، مع اختلاف الجزئية الأخيرة، وهيتكرر معاكي أكتر من مرة طول ما هو بعيد عنك، لأن الرؤية بتدل على الإهمال. الضغط النفسي اللي أنت فيه ده بسبب إهماله ليكي، بدليل إنه جه في المنام سلبي مع إن بنته حد بيتحرش بيه. على فكرة الرؤية ملهاش علاقة ببنتك نهائي، ولا فيها أذية لبنتك. الرؤية فيها معنى، يعني ملمح دقيق، بسبب إنه بيهملك. على فكرة في إهانات ليكي حصلت لك كمان، صح؟ في ايه؟ اهانات. كتيرة. صح؟ تمام. فنرجو ان نخرج من الرؤية بدلالة الجزء الصغير ده على خير ان شاء الله تبارك وتعالى، ان في الفترة القادمة يكون في صلاح حال باذن الله تبارك وتعالى. فاستعيني بالله تبارك وتعالى. ما احنا قلنا في انت عندك اعداء، عندك يعني في اشياء كتيرة جدا للاسف سيئة، وانا مش عايز استطرد فيها. احنا نرجو من الله سبحانه وتعالى ان الفترة دي تعدي على خير. طيب انا هسأل سؤال تاني. طب اتفضلي. نفس الحلم اتكرر وهو جه برضه سلبي، بس المرة دي كنا طالعين البيت ده في الحقيقة واسع، والسلالم بتاعته كانت عبارة عن سياخ حديد، مش سياخ واقفة، سياخ مايلة، بس احنا طالعين على السيخ اكنه سلمة. بنتي الصغيره كانت هتفلت من ايديه، راح جايبها وفجاه لقينا سلمه حديد متعلق، يعني في قلبه بعضيها كده متنيه جامد قوي، وبنتي حد برضه جه اتحرش بيها تحت، وانا جريت على بنتي عشان خاطر اتخانق مع اللي عمل معاها كده واضربه جامد قوي، وهو كان واقف جنبي ولا اكني في حاجه. والحقيقه البيت اللي انا وهو والولاد كنا طالعينه، البيت ده في الحقيقه وقع على اصحابه. وقع على اصحابه؟ اتهدى على اصحابه في يوم الساعه 7 الصبح صباحا، يعني في يوم من الايام كلها. يا ريتك ما حكيت الرؤيه، لكن انت مصممه. الرؤيه مذمومه. رؤيه ايه؟ الرؤيه مذمومه، وانا ما بحبش استطرد في الرؤى المذمومه، فلذلك بقول لك ادعي لربنا سبحانه وتعالى انه يصلح الحال، لانه يبدو ان هو خلاص كده ما فيش نيه للرجوع. العفو. اكتر حاجة بتضايقني ان الرأي مصمم ان يتك عليا ويضغط عليا في حاجة هي مش كويسة. طبعا هي ما تقصدش، هي نفسها تسمع حاجة كويسة، بس انا اعمل ايه؟ هو كان شيء بسيط اللي كنا هنسند عليه في الجزئية الاخيرة اللي في رؤيتها. اسأل الله العظيم رب هذا العرش العظيم ان يصلح حالها وحال جميع نساء المسلمين، اللهم امين. وانا فعلا بتضايق من الراجل اللي يترك اولاده وابنائه، سبحان الله. الو السلام عليكم. الشيخ معايا؟ اتفضلي. طيب انا كنت عندي خلفه مطلقه، وحلمت ان مامتي ماتت في الحلم، وجت واحده بتخبط عليا بتقول لي امك موجوده، ما رضيتش اقول لها ان مامتي توفت. قلت لها ليه؟ امك حيه ولا ميته؟ هي حاجه معايا. امك حيه ولا ميته؟ في الحقيقه هي حيه. تمام. قالت لي ليها حاجه معايا، فانا ما رضيتش اقول لها هي ماتت عشان اعرف ايه الحاجه اللي معاها واخدها منها. قلت لها هي مش موجوده دلوقتي.
فراحت قالت لي ايه خلاص مش هبقى اجيلها تاني. فراحت وهي ماشيه فبقول لها طب قولي لي ايه الحاجه اللي معاكي اللي انت عايزه تديها لها. راحت قالت لي هي ليها معايا فلوس الماني. بقول لها طب كام واحد؟ راحت قالت لي استني عدتهم. راحت عدتهم لقيتهم 9. قلت لها ماشي. طيب راحت مشيت. فانا قلت ايه اكيد امي هتجيلي في الحلم وتعرفني ازاي اخدهم منها. ففعلا المامتي جت لي في الحلم لما نمت وقاعده على السفر هي واختي وبتقولي مش عارفه ازاي هناخدهم منها، هي لو عرفت ان انا مت ممكن ما تتهلكيش. مامتي جايه عامله شعرها اسود في خصل ان بنتي كده حمراء. طيب وشكلها ايه لما شفتها في المنام، كويسه ولا مش كويسه؟ لا كانت كويسه. طيب كانت كويسه وعاديه ماشي، بس هو شعرها اللي متغير. طيب 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 اسمعيني بقى اسمعيني. امك عندها مشاكل؟ عندها مشاكل، وعرفنا من اسبوع كده ان هي جالها السكر وعندها مقرص في رجليها. يعني مريضه. ده كان السؤال الثاني كمان اللي كنت هساله لك. يعني في البدايه قلت لك امك عندها مشاكل، وكان السؤال الثاني اللي كنت هساله لك هي مريضه ولا لا. رؤيا بالفعل للاسف هي يعني دائما اقول ان موت الام الحيه اللي هي موجوده في الحياه رؤيا مذمومه للاسف، اما موت الام المتوفيه او حياه الام المتوفيه رؤيا محموده. فهنا ان شاء الله الرؤيا بالنسبه لك بتدل على فرج فك كربك ان شاء الله وزوال همومك في الفتره القادمه. اما بالنسبه لامك الرؤيه بتدل على بالفعل امر واقع ان هي عندها مشاكل ومريضه. فنسال الله تبارك وتعالى ان يشفيها باذن الله تبارك وتعالى. يا رب. ماشي يا رب. معلش عندي رؤيه صغيره. لا 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 خلاص عشان خاطر الناس محتاجه ارد عليها. انا اسفه معلش يا شيخ. حلمت ان انا نازله على سلم وقابلني شاب كده مش كبير قوي في السن، بس ايده كانت زي عجزه كده يا شيخ، ومعايا 4 بنات توائم بيبيات. فما صعب عليا ان هو مش عارف يشيلهم لوحده. فقلت له وانا ممكن اساعدك؟ راح قال لي ماشي اتفضلي. رحت واخده منه البنات وابتديت احطهم في اللي هي العربيه بتاعه الاطفال. البنات دي حلوه جدا 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 زي الاجانب. وبعد كده اختفى. قبل اختفى وساب لي ال4 بنات. ماشي، البنات دي رزق قادم ليكي وصلاح حال باذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله. ماشي شكرا. ماشي يا عفو. موضوع الاتصال ده صعب. اللي بيكلم الشيخ مش عايز يسيبه، مصدق ان هو فتح التليفون. طبعا يعني في ناس كتيره جدا المفترض الواحد يرد عليها. يعني جانا محمد بتقول انا كنت متابع رقيه وفكيت السحر وبعدها شفت ان عندي شباشب كتير محطوطه في شوال كبير وانا بفك الرباط بتاع الشوال بطلع الشباشب، بقيت مستغربه ازاي انا عندي كل الشباشب دي. طبعا الرؤيه محموده بتدل على صلاح الحال. اسمعي اللي بقول لك عليه وربنا هيكرمك. عندك الرؤى اللي انت ذكرتيها دي رؤى مبشره جدا بصلاح الحال في الفتره القادمه ان شاء الله في صلاح حال. بتقول ايه؟ اس دي بتقول انا مش مصريه وبكتب مصر بالعافيه. طب انا اعمل ايه طيب؟ ما هو انا لازم افهم الرؤيه علشان اقدر اجاوب. يعني يا اس دي الفيصل في الحاله اللي زي دي او اي اخت مش مصريه من دول الخليج وما بتعرفش، او حتى من دول اوروبيه وما بتعرفش تكتب عربي، الفيصل اللي بيني وبينك اللغه العربيه الفصحى. يعني بعض الناس بتكتب لي مثلا باللهجة الجزائرية، أنا ما بفهمش اللهجة الجزائرية ولا المغربية ولا التونسية. تمام؟ فالفيصل بيني وبينك اللغة العربية، يعني هتقرب المسافة بيني وبينك. بكتب بالعافية أنا مش مصري، بحاول أكتب بالمصري، لقيت صعوبة في كتابة الحلم لكن عرفت في أول الحلم أضغاث أحلام، ولكن جزء تاني في الحلم لحضرتك ما قرأتوش أظن مش أضغاث أحلام. لا طبعا، هو في حاجة اسمها الحلم جزء أضغاث أحلام والجزء التاني رؤية؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده يا أختي الكريمة.
هي يا يبقى كله رؤية يا اما كله حلم من الشيطان يا اما كله اضغاث احلام. في حاجة اسمها حشو ملوش لازم، انت ممكن تذكره لي في الرؤية ده لو انها رؤية. يعني كتير من الناس بتكتب يعني بتطول قوي في الكتابة، ده اسمه حشو، او بالنسبة لي انا كمفسر مش هيفيدني في حاجة غير انه كلام كتير. ده اللي ممكن نقول عليه ان الرؤية ممكن يكون فيها حشو ماله داعي، انما رؤية شوية اضغاث احلام وشوية رؤية مفيش الكلام ده. ظهور الأمل بتقول السلام عليكم يا دكتور، حلمت كأن واحدة جارتنا، كأن واحدة جارتنا اسمها زهراء، اسم زهراء جميل جدا. في معنى الظهور، في معنى المكانة العالية، في معنى ان هكون متفوقة على أقراني او على من هم في سني. ماشي. جاءت لمنزلنا لتطهو خبزها في فرننا التقليدي الذي كان في الأعلى. ماشي. لما انتهت ردت، أردت وضع الجمر، راحت فين الرؤية؟ الواحد بيبقى موقف الرؤية ومع ذلك بتجري. فلما وضع لما انتهت أردت وضع الجمر في آنية نضع فيها الجمر لتسخين الماء، لم أجد الجمر لأنها استعملت الغاز، وقلت لأخي أحمد لا يوجد الجمر. نظرته في الآنية رأيته الرماد سخن قليلا. أهو ده الحشو بقى الأخير، ده حشو. لكن الرؤية معناها إيه بقى؟ إن يبقى فيه جارة اسمها زهراء وتأتي لطهي الخبز عندنا. قدوم خيرات، قدوم رزق لبيتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فاستبشري بالرؤية ودلالة الاسم أنا فسرته لك، فاستبشري بهذه الرؤية يا أختي الكريمة، خير ورزق قادم للأسرة جميعا، لأنها جاءت لكي تطهو الخبز، والخبز رزق، الخبز مال، وجاءت لكي تخبزه في بيتنا، فهناك رزق قادم للأسرة كلها بإذن الله تبارك وتعالى. الو السلام عليكم. ارجع بشوف معايا ان شاء الله. كنت عايز حضرتك حاجه ممكن؟ اتفضل. انا اسمي هشام، كنت حامل بس هو بس عايز حضرتك تفكرها لي. اتفضل اتفضل. ما فيش، مش هتقلع حضرتك يعني. يا اخي اتفضل، بقالي ساعه بقول لك اتفضل، كان زمانك خلصت. انا كنت حلمت كده بحلم ان والدي قاتل والدتي. مش هو انا قعدت على تقول لي ليه ليه ليه؟ قعدت اعيط. فقمت من النوم مفزوع. مش عارف، كنت وعارف في الحلم انا. طيب هم احياء ولا اموات؟ لا احياء. تمام. طيب هذه الرؤية طيب قبل ما افسرها، ايه علاقتك بزوجتك او علاقة زوجتك بابيك وامك؟ لا مش متزوج ولا حاجة. انت اعزب. يا ماشي يا عم، قول لي اعزب. الحمد لله انك اعزب، لانك لو متزوج كانت الرؤيه قريبه مذمومه. طيب قضيه انت معايا، انت بتكلم حد تاني وانت بتكلمني؟ الساعه 8 8 يا حاج. لا حول ولا قوه الا بالله، الناس مش مقدره. قضيه ان اباك يقتل امك بمنتهى البساطه، الرؤيه تدل على ان اباك قد ظلم أمك أو يظلمها في أمر ما بمنتهى البساطة، أو إن أمك تعبانة نفسيا من أمر فعله أبيك. يدي يدي ماشي، ما هو يدي يدي ملهاش تالت، يا إما هو بالفعل ظلمها أو
ان هي اعصابها تعبانه ونفسيتها تعبانه بسبب هو عمل حاجه، الحاجه دي تعبت نفسيتها بس كده مش اكتر. حصل؟ طيب طيب حاول انت تصلح ما بينهم بقى. ماشي يا حبيبي، ماشي يا حبيبي، اتفضل. قضيه ان الاب اشوفه في المنام بيقتل الام، الرؤيه لا ليس لها علاقه بالقتل، وانما لها علاقه بالضغط النفسي من الشخص المقتول. الشخص المقتول هو اللي بيشعر بالضغط النفسي اللي سببه القاتل. فهنا الام تشعر بضغط نفسي، حالة نفسية سيئة، بسبب ان الاب اللي هو القاتل فعل شيء هي مش راضية عنه. طيب يا جماعة الخير كده وقتنا يعتبر انتهى، انتظروني في اللقاء القادم. طبعا مواعيدنا يوم الاحد والثلاث والخميس الساعة 7 ان شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.